انه ملحمه الجمهور هو طبعا الاول في هذه الملحمه، او هو الداعم الرئيسي في هذه الملحمه، وبعد كده مجلس الاداره ومدير النشاط الرياضي. يعني لو نقدر في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الاحداث المتلاحقه والبطولات المتلاحقه اللي بنجيبها من كل مكان، من الامارات بنروح نجيب، من داخل النادي الاهلي الحمد لله ربنا بيكرمنا باليد النهارده، وان شاء الله بطوله افريقيا هي الاقرب، بطوله افريقيا لكرة اليد هي الأقرب خلال الأيام القادمة. أنا عايز بقى مع الكاس ده كمان إن شاء الله يجي الكاس التاني أحطه كده، مش مهم تشوفوني، المهم تشوفوا الكاس والشغل الرائع اللي اتعمل الحقيقة خلال الأيام السابقة، لأنه في النهاية يجب أن نوجه كل التحية، كل التحية لرجالة الفريق الأول لكرة القدم. هم كمان أبطال السوبر تحت قيادة المايسترو السويسري مارسيل كولر. الحقيقه الحمد لله، لكن معظم او اكثر من معظم جماهير النادي الاهلي كانت متوقعه ان النادي الاهلي هيكون بطل للسوبر بغض النظر، مش هيفرق معايا خالص مين اللي كان بيلعب، سواء كان الزمالك، مع احترامي طبعا لفريق الزمالك فريق كبير، او نادي بيراميدز ايضا نادي كبير وعنده مجموعه، سواء ده او ده عنده مجموعه كبيره جدا ومحترمه من اللاعبين، لان الاهلي الحقيقه طول عمره بيلعب بشخصيته، شخصيه البطل اللي عمرنا ما بنشوفها غير في حاجه واحده بس، وهي لقطه التتويج، بعيدا عن الاسامي اللي بتتنافس، هي اللقطه دي دايما اللي احنا بننظر ليها. هتقعد بقى تقول لي اصل مش عارف ضربه الجزاء، والله سمعت كلام كده، قال لك ايه احد بعض من لا يشجع النادي الاهلي، قال لك ايه، قال لك اصله دي مش ضربه جزاء، اصل احنا المفروض لينا واحده كمان بتاعت حسين الشحات على ما اتذكر، وعلي جبر وحسين الشحات وطرد علي جبر، يعني كان محظوظ علي ان هو كمل هذه المباراة لنهايتها، ولكن في النهاية كل دي أحداث وبتحصل، كل دي أحداث وبتحصل في الملعب، وده بيسخن على ده وده بيزق في ده وده بيعمل في ده، ولكن بعض من لا يشجع النادي الأهلي والله عاملين مش عارف اسمها ملطمة، ملطمة بيلطموا يعني، لا مش بيلطموا، عاملين يعني بتقول كده تحس إن احنا إيه. طبعا أنا ببقى متضايق لما بخسر بطولة، وجمهور النادي الاهلي بيبقى متضايق، ولكن خلاص بشوف اللي بعد كده بقى، البطوله اللي بعد كده خلاص، مش بقعد اطلع في القطط الفطسانه في كل حاجه، مع ان ما فيش قطط فطسانه، هي مباراه ما بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز، استطاع النادي الاهلي ان يفوز على نادي بيراميدز بركله جزاء صحيحه 100%، مش اسلام اللي بيقول ولا جمهور النادي الاهلي، 95% مش هقول 99، 95% من خبراء اللعبه بيقولوا ان دي ركله جزاء. انا برضو مش مستني ان انا اقول هذا الكلام، ولكن والله يا جماعه انا مبسوط سعيد، مش انا لوحدي، كلنا وكل جمهور النادي الاهلي سعيد ومبسوط بهذا الكاس. كهربا مبسوط، كولر مبسوط، كل الناس مبسوطين، كل الناس سعداء، لانه في النهايه انا يهمني شيء واحد فقط، هو سعاده جمهور النادي الاهلي، سعادة جمهور النادي الأهلي. طيب